أثبت التاريخ أن الإرادة تلعب دورا جوهريا في مسار تحرر الشعوب، وقد أدركت الشعوب عبر التاريخ أن التخلص من الاحتلال والاستبداد يحتاج إلى توفر إرادة قوية للنضال من أجل الحرية والاستقلال. فهل تحقق ذلك في ثورة التحرر المغاربية؟ وهل حقق من أتى بعد الاستقلال مطالب الشعوب في هذه المنطقة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج المغاربي تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. لا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزم إرادة شعب حر، كلمات قالها كثير من المفكرين والمناضلين وفي مناطق جغرافية مختلفة. قالها نيلسون مانديلا، وقالها جون جاك روسو، وقالها مارتن لوثر كينغ، والمهاتما غاندي، وغيرهم كثير. في المنطقة المغاربية ومنذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، واجه الشعب الجزائري الاحتلال بمقاومة شعبية بإرادة قوية، واستمرت هذه المقاومة على مدار أكثر من قرن من الزمن، وقد تمكن الجزائريون في النهاية من نيل الاستقلال عام 1962، وذلك بعد ثورة تحريرية انطلقت في الفاتح من نوفمبر عام 54. وكذا فعل التونسيون والمغاربة والموريتانيون وهم يقاومون الاستعمار الفرنسي، والليبيون وهم يقاومون الطليان، ويقدمون تضحيات لا تقدم إلا إذا كانت إرادة المقاومة قوية وصلبة. وكانت دماء الشهداء محفزة لاستكمال مسيرة التحرر، وفيما ظن المحتل أن مزيدا من المذابح سيكسر إرادة الثورة، لكن العكس هو الذي حصل. فهل تحقق الاستقلال أو فهل حقق الاستقلال مطالب الشعوب المغاربية؟ وماذا بقي من آثار تلك الآراء والمواقف التي كنا نسمعها والتي رفعت إبان الثورة التحريرية؟ نتابع التقرير ثم نشرع في النقاش. احتفال الجزائر بالذكرى 70 لانطلاق الثورة مناسبة تدعو إلى استحضار صفحات مشتقة من كفاح شعوب المنطقة ضد الاستعمار. فقد عرفت دول المنطقة المغاربية تاريخا طويلا من النضال ضد المستعمر الذي بدأ منذ القرن 19. الجزائر كانت أولى هذه البلدان التي واجهت الاحتلال الفرنسي عام 1830، وبعدها توالت أحداث الاحتلال لتشمل تونس عام 1881 والمغرب عام 1912. أما ليبيا فقد خضعت للاحتلال الإيطالي عام 1911 وموريتانيا عام 1903، مما أدى إلى نشوء حركات مقاومة لتصبح مسيرة التحرر مطلبا لا يقبل المساومة. كل بلد مغاربي اتخذ مسارا خاصا في مقاومة الاستعمار، ففي الجزائر انطلقت الثورة التحريرية عام 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني، وقد أصبحت رمزا عالميا في الكفاح المسلح، وخلفت وراءها أكثر من 1.5 مليون شهيد حتى نالت الاستقلال عام 1962. وفي المغرب قادت الحركة الوطنية الكفاح من أجل استقلال البلاد، تخللته محطات هامة مثل نفي الملك محمد الخامس، والذي أثار موجة من التضامن الشعبي حتى عودته إلى البلاد وإعلان الاستقلال عام 1956. أما في تونس فقد لعبت الحركة الوطنية دورا بارزا، حيث أسس الحزب الدستوري بزعامة عبد العزيز الثعالبي لحملة مكثفة من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي، حتى أحرزت تونس استقلالها في العام نفسه مع المغرب. في ليبيا قاد المجاهد عمر المختار مقاومة شرسة ضد المستعمر الإيطالي، وظل يواجه القوات الإيطالية حتى أسره وأعدمه عام 1931 ليصبح رمزا للمقاومة والنضال.
وعلى الرغم من شراسة الاحتلال تمكنت ليبيا من الحصول على استقلالها عام 1951 كأول دولة مغاربية تحررت من الاستعمار. حزب النهضة في موريتانيا كان من أبرز التنظيمات التي لعبت دوراً هاماً في دفع الحركة الوطنية نحو الاستقلال الذي حصلت عليه عام 1960. رغم نيل الدول المغاربية لاستقلالها إلا أن جهود الوحدة بينها لم تكلل بالنجاح، ففي عام 1989 أسس اتحاد المغرب العربي، لكن منذ تأسيسه واجه الاتحاد تحديات كبيرة حالت دون تحقيق الوحدة المنشودة. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون المغاربية الأستاذ جلال الورغي. مرحبا بك أستاذ جلال، شكرا جزيلا لقبول الدعوة. من الرباط الأستاذ الجامعي الدكتور خالد البكاري، ومن لندن الدكتور أحمد معيوف الكاتب والباحث الليبي. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. وكذلك من باريس الكاتب والمؤرخ الجزائري الأستاذ صادق سلام. مرحبا بك أستاذ صادق وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. أستاذ صادق دعني أبدأ معك، بما أنه سبب طرح هذا الموضوع هو انطلاق الثورة التحريرية والذكرى 70 لانطلاق هذه الثورة ضد المستعمر الفرنسي. لن نغوص في التاريخ وإن كان في التاريخ عبر كما قيل، لكن واقع الحال اليوم أستاذ صادق سلام، لما نريد أن نعود لتلك الشعارات التي رفعت إبان انطلاق الثورة وكلمات التي بقيت مرفوعة طيلة المقاومة، مقاومة الاستعمار الفرنسي، اليوم في واقع الجزائر اليوم ما هي أهم تلك القيم وتلك المبادئ التي تحققت في واقع الجزائريين اليوم؟ شكرا، تحية للضيوف. مرحبا بك. سمعتي المغاربية، قبل التطرق إلى الوضع الراهن لابد من العودة إلى الوراء بالتفكير بأن في كل الحركة التحررية في البلدان التي ذكرت كان عندها رغبة في التضامن. نعم. المغاربي العربي والإسلامي. دليل على هذا أن أول جمعية أسست في باريس كان اسمها نجم الشمال الإفريقي. نعم. كان عندها بعد مغاربي منذ البداية. صحيح. ثم جاءت التطورات وأجيال أخرى غير الرأي الأول من المناضلين. أستاذ صادق بالإضافة ل يعني النجم المغاربي، نجم شمال أفريقيا، كذلك المكتب المغاربي في المشرق. هذاك 20 سنة بعد في سنة 47. نعم. هذاك تحت قبل هروب الأمير عبد الكريم واستقراره في القاهرة، وصار يترأس مكتب المغرب العربي. نعم. كان فيه اتفاق سنة 45 ووقع في باريس بين الأحزاب الثلاثة، حزب الاستقلال، حزب الشعب، والدستور الجديد، وتوعد كل ممثلي هذه الأحزاب بعدم الانفراد التفاوض مع المستعمر، وكان يهيئ لكفاح مغاربي مشترك. لكن جاءت التطورات فيما بعد. السيد مانديس فرانس يعني فاجأ الجميع، الرئيس الفرنسي وقتها. نعم. رئيس الحكومة بعدين صار هو رئيس. نعم صحيح. لا، لم يستطع أن يكون رئيس، كان رئيس الحكومة، رئيس الوزراء آنذاك، بريزيدون دو كونسي. فتونس حصلت على الاستقلال الداخلي، وما سمي بالفلاقة نزع منهم السلاح ببعض الضباط تاع جيش التحرير التونسي. نعم. عندما دخل سي الحبيب كما يسموه بورقيبة، قالوا توضعوا السلاح وانا حصلنا، وسياسة اقبل وطالب.
لكن عندما راحوا يضعوا السلاح وضعوه في السكنات الفرنسية، لأن اكتشفوا باللي بورقيبة ما حصلش على جيش مستقل. نعم. ثاني جاءت الأزمة المغربية. نعم. اللي هي المؤتمر إكس ليما أدى إلى عودة المغرب، والسلطان المغربي كان يطالب إلا بالعودة على العرش فقط، لكن مناضلي والطلبه نتاع حزب الاستقلال هما اللي فرضوا الاجنده. جيد. وصاروا يطالبوا بالاستقلال الداخلي. واضح واضح. فعندما دخل محمد الخامس اللي كان يحظى باحترام كبير من طرف المناضلين المغاربه ككل والجزائريين خاصه، صحيح، هو اللي فيما بعد استقبل بن بلة وكانه يريد نوع من الاعتذار، قال له احنا سيد بيني أنطوان بيني عرض علينا الاستقلال الداخلي، قال ما رفضناهش، قال ولكن هذا اختراق للاتفاق تاع سنة 45، لكن عندما نكون احنا مستقلين انتم في الكفاح نتاعكم المغرب سيكون قاعدة خلفية. نعم. وهذا حصل دكتور. هذا حصل. نعم. يعني الكل يذكر السفينة الأردنية اللي ذهبت إلى مراكش كذلك أو إلى طنجة، والتي منها كانت محملة بالسلاح للمجاهدين أو للثوار، يقال هذا حتى قبل استقلال المغرب حتى. طبعا لا كان فيه كان أولا كان فيه جيش لتحرير المغرب العربي. إيه. اللي كان مقره في الريف في رواحي الندور. نعم. ولقى يعني المدربين كانوا العربي بن مهيدي ومحمد بوضيف. طيب استاذ صادق، خلينا نسالك ما دام انت طبعا انت المختص في التاريخ تقريبا الوحيد في الضيوف، وهذا مهم ان نسال. البعض يكتب على كيف تنازلت فرنسا لتونس وللمغرب ولم تتنازل الى الجزائر، قيل هذه كانت خطه فرنسيه من اجل قطع هذا التعاون الذي كان بين الجيش كله، يعني الجيش المغاربي كله في مقاومة المستعمر الفرنسي، فحتى تقطع هذا الترابط وافقت باستقلال تونس ووافقت باستقلال المغرب حتى تتفرد بالجزائر. فالبعض يعتبرها ليس بسبب قوة المناضلين والمقاومين للاستعمار، بل هي خطة فرنسية للاحتفاظ الدائم بالجزائر. هل هذا التحليل لدى البعض صحيح برأيك؟ هل هناك وقائع تاريخية تثبت هذا الكلام؟ فيه من الصحة، ولكن لا ننسى أن الخطاب مانديسونس في قرطاج جاء بعيد هزيمة ديان بيان فو، وكل التقارير كانت تثبت باللي فيه تحذير لإنشاء جيش تحرير مغاربي. نعم. فلذا مانديس فرانسو وإدغار فور يعني فككوا هذا عرقلوا التضامن المغاربي بإعطاء الاستقلال الداخلي في البداية لتونس ثم إلى المغرب. الجزائر استثناوها لأن قالوا هذه ماهيش حماية، لأن المغرب وتونس كانوا محميات يعني بروتكتورا. الجزائر كانت تعتبر فرنسا. ثلاث مقاطعات فرنسية. أي. قال نعم جزائر فرنسا، ولكن لكن فعليا الجزائر بقات وحدها في الكفاح. نعم. ورغم هذا الاحداث والثوره اللي قام بها زيرو جوزف الله يرحمه في 20 اغسطس 55، وهو كان حداد يعني من الناحيه المهنيه كان بسيط، ولكن كان عنده ثقافه سياسيه ممتازه. نعم. اختار يوم 20 اغسطس 55 لأن هي ذكرى إقالة سيدي محمد بن يوسف في 53، لأن أعطى لهذه الانتفاضة الجهوية في شرق الجزائر بعد مغاربي، وفعلا هذا أدى إلى تسجيل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في سبتمبر، والعاهل المغربي أوتي به من مدغشقر إلى سان كلو. طيب هذا هو الذي أردت أستاذ صادق، أنه حتى برغم الخطة هذه الفرنسية أعطي الاستقلال الداخلي لتونس ثم المغرب وتفرد
بالجزائر. حتى هذه الخطة لكسر الوحدة المغاربية في مقاومة الاستعمار يبدو أنها لم تنجح كثيرا، لأنه الإمداد والمساعدة بقيت كاملة من تونس ومن المغرب كذلك وحتى من ليبيا، خاصة ليبيا. يعني نتكلم لك على الرجل العظيم اللي اسمه بصرة بن حليم، هذا كان كرئيس الوزراء في زمن الملك إدريس، اللي كان يعني عنده قواعد أمريكية وبريطانية في ويلوس إلى آخره ويتهموه بالرجعية، إلا أنه كان متضامن مع جمال عبد الناصر شخصيا، اللي طلب منه تسهيل دخول وصول السلاح للجزائر إلى الجزائر. وهو كتب هذا في كتاب ضخم في 800 صفحة، وهو السياسي العربي الوحيد اللي راح شخصيا للأرشيف الأمريكية والأرشيف البريطانية وشاف التقارير اللي كانوا يديروها السفيرين ضده، كانوا جملوه لكن قال له هذا عميل عبد الناصر كريبتو ناصريا. والمغرب طبعا الجيش التحرير كان عنده 50 قاعدة في التراب المغربي بتسهيل من الملك. الدكتور الخطيب عبد الكريم الله يرحمه هو اللي حكى لي، كان هو اللي مكلف، هو من أصول جزائرية وكان وزير، قال لي أنا كان سيدنا كما يقول هو ملك كلمه باحترام، على قال لي كان يعطيني موعد على الثالثة صباحا، يقول له خلي حتى أفخير ما يشوفناش، وقال له راني محاصر في التجسس عليا في القصر. قال لي كان يجيب لباس النوم نتاعو وعنده مفتاح يفتح الخزينة ويعطي له، قال لي شرينا 5000 قطعة سلاح في البداية تاع موزار المو. الخطيب هو يحكي كان تضامن فعلي جيد. ومن بعد عندما حصل المغرب على استقلاله بعد مارس 56 راح أحد المناظرين الجزائريين واسمه أحمد بومنجل الذي خصصت له كتاب منذ سنتين، راح زار الملك قالوا لا تطالبوا بانسحاب الجيوش الفرنسية من المغرب، قالوا انتظروا، قال حتى الجيش التحرير الجزائري يصير قوي، قال لين لو تخرجوهم الآن سينقلوا كل وحدات النخبوية اللي ممكن تقضي على الجيش التحرير اللي مازال فتي. فكان فيه تنسيق واضح ناهيك على التضامن المصري جيد، تضامن حتى تركيا اللي كان عندها حسب ما جاء به مصر بن حليم العاهل الليبي الملك إدريس كان يقضي عطلة الصيف كلها في تركيا، وكان يروح يصلي في السلطان أيوب المسجد اللي في ضواحي اسطنبول فيه بركة وإلى آخره. لكن مصر بن حليم هو اللي أقنع رئيس الوزراء عدنان مندرس اللي شنق من بعد من طرف جنروات العلمانيين، أقنعوا ويذكروا بتضامن المغاربة مع الخلافة وكيفاش السنوسية كانت حليفة الخلافة العثمانية، فأقنعوا وكيل الخارجية التركية بالتركية ذكر عندنا مدرس قال له احنا عندنا عضوية في الحلف الأطلسي لا نستطيع، فقال له الاخر اخرج يا شيطان، خاطر كان يؤمن بالتضامن الاسلامي، صار يعطي اسلحه وينحولها هذيك المكتوب عليها بالانجليزيه اللي تاتي من امريكا ويعطوها لجيش التحرير، فصار تضامن اسلامي واضح خارج من نطاق جيد. من بعد اخر نقطه هو الروح تاع الوحدة المغاربية اللي كانت مهيمنة على القمة المغربية في طنجة في أواخر أبريل 58، فهذه كان انتصار عظيم لفكرة الوحدة المغاربية، ومحمد الخامس كان وحدوي أكثر من على الفاسي أنذاك، يعني على الفاسي صار يثير قضايا الحدود في ذاك الوقت إلى آخره. الملك دعا إلى هذا المؤتمر، وأنا عندي كل 150 صفحة كتبتها الاستخبارات الخارجية
يعني كثرة الصفحات هذه تدل على الخوف تاع الفرنسيين من هذه المبادرة. واضح. لأنه هو الملك هذا نقطة مغيبة في التاريخ، عندما وقعت اتفاقية روما لإنشاء السوق المشتركة الأوروبية في أواخر 57، محمد الخامس كتب رسالة للحكومة الفرنسية اقترح كونفدرالية فرنسية شمال إفريقيا، كان يستعمل عبارة كونفدراسيون فرانكو نور أفريكان، ما ردوش عليه. كان بورجيس مونوري كان يؤمن بانتصار عسكري في الجزائر، رد عليه إلا ما ديسانس اللي احتج، قال هذا اقتراح مهم جدا، هذه الشعوب اللي كانت مستعمرة تريد يعني يبقى علاقات معنا، علاش ما تردوش عليه. فمن كان يستعمل مصطلح نور أفريكان، أما مؤتمر طنجة سماه لا كونفيرونس دو لونيتي انتر مغربين، بدل المصطلحات، رجع المصطلحات تاع ابن خلدون تاع المغرب، المغرب والمشرق، اما نور افريكان هي تنظر من الشمال، يعني شمال افريقيا الناس ايه. فهذيك الروح هذيك عندما تسالني على الوضع الراهن، لان الروح الوحدويه اللي كانت موجوده، نعم، واللي باسم هذه الروح في الذكرى الخمسين في 2008 لمؤتمر طنجة، رغم التوترات بين البلدين المؤسفة، إلا أن عبد الحميد مهري اللي كان وزير شؤون المغاربية في الحكومة المؤقتة الجزائرية راح لطنجة وحضر، حضر لكل المراسيم، والمغاربة رحبوا به، إلا أن وزير الخارجية الجزائري آنذاك من أجل عبارة نتاع الصحراء المغاربية خرج وقاطع. أما عبد الحميد مهري، من كان وزير الخارجية وقتها أستاذ صادق؟ نعم، إيه، من كان وزير الخارجية وقتها؟ باختصار ذرك الدول القطرية يعني انتصرت. جيد، خليني سأعود إليك أستاذ صادق، أعود إليك للإسقاط على اليوم، لكن مهم جدا كل ما ذكرته وبعض هذه التفاصيل ربما التي لا تذكر كثيرا. وعبد الحميد مهري لا يستغرب منه مثل هذا الذي فعله. عبد الحميد مهري كان رجلا متميزا حتى في السياسة الجزائرية حقيقة، وكثير من كلامه ما زال يستدل به اليوم بعد وفاته وبعد رحيله بعقود. جلال الورغي، كل هذا الكلام مهم الذي كان ذكره الأستاذ صادق سلام يدل على أنه حتى الفكر والعقل الذي كان يقود مقاومة الاستعمار الفرنسي كان فكرا يستشرف الوحدة، يستشرف التعاون، يستشرف التنسيق من شمال نجم شمال أفريقيا، ثم المكتب المغرب العربي تأسس جزء منه في دمشق، ثم إلى القاهرة. فكان هناك فكر، وحتى القيادات نفسها والكتب التي صدرت وقتها والمقالات كلها تتحدث على مغرب واحد موحد. ما الذي حصل بعد الاستقلال؟ شكرا للأستاذ الصادق من باريس على اللمحة التاريخية التي سلط بها الضوء على الحيثيات يعني ما كان يحف حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة المغاربية من روح وحدوية وروح يعني تكاملية عبرت عن نفسها من خلال حركة تضامن، حركة التحرر مع بعضها والتنسيق واحتضان الأقطار لحركة التحرر الوطني من بقية الأقطار الأخرى. الجزائر التي احتفلت خلال اليومين الماضيين بذكرى اندلاع ثورتها المجيدة في الفاتح من نوفمبر، كان لها قواعد عسكرية ويعني قادة تحرر في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، وبالتالي يعني كان الفضاء المغاربي عمق حركة التحرر الوطني الجزائرية. نعم. وإلى حد الآن يعني الكثير من يعني التونسيين يروون يعني شهاداتهم على المقاتلين والمناضلين الجزائريين الذين كانوا
يقيمون في الجبال وفي العديد من المناطق في تونس ويستعدون باستمرار لمواجهة المحتل. هذا أمر يجب يعني الإشارة إليه. الأمر الثاني سمير أنه الحقيقة هذه البلدان لما احتلت لم تكن الحدود بينها حدود يعني صارمة بالمفهوم الذي نحن بصدده اليوم. كانت هنالك الحدود فيها بعض السيولة، يعني أصلا ليس هنالك يعني ترسيم حدود بالمعنى القانون الدولي المعاصر، ولذلك كان هنالك تدفق وكان هنالك نوع من الاندماج والتكامل بين هذه المنطقة ولا زال إلى اليوم. طبعا مع دولة الاستقلال ويعني حرص يعني كل دولة على أن تفرض ما يسمى بمفهوم السيادة الذي يعني جاء يعني هو في حد ذاته بسبب فكرة استعمارية في نهاية المطاف، يعني ساعد هذا أو ساهم هذا في تعميق الانقسام وتقليل وتخفيض يعني ما يسمى ب إرادة الشعوب المغاربية في الوحدة. ولذلك يعني بات من الصعوبة بمكان أحيانا الحديث حتى عن التكامل وعن الوحدة، ونحن نتذكر أنه عاش في حديث عن الوحدة الآن حقيقة وقعت جاوز نعم لدرجة أنه عندما حدثت الانتفاضات العربية في 2011 بداية من تونس، وعندما أسقط النظام في تونس وطالب البعض بما فيهم الرئيس محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية آنذاك بضرورة أن يتم التنقل المواطنين بين في المنطقة المغاربية بدون جوازات سفر وتسهيل تحرير التنقل وتحرير حتى تحرير السوق سوق يعني البضائع، يعني إعلاميون تونسيون ونخب تونسية تصدت له وقالت لا يجب السماح بالمس من سيادة تونس، تونس لها حدود ولها يعني سيادة. يعني فتح الحدود اعتبار انتهاك للسيادة؟ نعم اعتبروه انتهاك للسيادة، والحقيقة بعضهم يرى هو الصداء لرؤية يعني استعمارية تريد أن تقيم هذه الحواجز لأن هذه الحواجز إقامتها يجعل التعاطي مع هذه الكيانات الصغيرة أقوى وممكن وفيه نوع من تحقيق المصلحة يعني القوى الغربية لا سيما فرنسا التي تحرص باستمرار على أن تتعامل مع هذه الدول متفرقة حتى تستطيع أن تحقق مصالحها وتعزز نفوذها باستمرار. طيب دكتور خالد البوكاري، منسوب الوحدة هذا الذي تحدث عنه ضيفنا صادق سلام في باريس وضيفنا هنا جلال ورغي في الاستوديو الذي كان مرتفعا جدا أثناء حرب التحرير، ما هي الأسباب التي جعلته يختفي تقريبا نهائيا؟ ما عادش الآن نتحدث عن وحدة وتكامل، صرنا نتحدث فقط أفتحونا بس الحدود، خلي فقط الناس تتنقل بجوازات السفر، المهم حرية التنقل. ما الذي دحرج الأساس في نهاية الأمر؟ هم صناع القرار والرأي في نهاية الأمر، صناع القرار بالأحرى، ما الذي دحرجهم إلى هذا المستوى الذي لو قام الأجداد المؤسسون والذين ضحوا والشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال هذه المنطقة ربما فعلا لا تمنوا ألا يكونوا؟ ما الذي أوصلنا إلى هذا المستوى ممكن نسميه في بعض الأحيان من العداء حتى؟ يعني خير وشكرا لك وتحياتي ضيوفك الكرام. طبعا نتأسف لهذا الوضع خصوصا مثلا هذه المنطقة المغاربية في هذا الفضاء الجغرافي الذي وعلى أي حال ليس فضاء كبيرا بالمقارنة مع فضاءات أخرى في العالم لها خصوصيات سوسيوثقافية مشتركة، ولكن مع ذلك حتى لو عدنا إلى
التاريخ الاستعماري والتاريخ التحرري هما موازيين لبعضهم البعض، نجد أن هذه المنطقة تعد مرجعا لدروس التحرر العالمية. تحدث عن حرب التحرير الجزائري المجيدة، لا تتحدث عن ثورة وحرب التحرير التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، ولا تتحدث عن عمر المختار. هذه ثلاث نماذج أصبحت نماذج مرجعية على المستوى العالمي. ما يحدث اليوم يحز في نفس طبعا، خصوصا أن هذه ثورات وحروب التحرير ثم الحصول على الاستقلالات، وهنا أذكر بما كان يسميه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في النانفة، كان يعتبر أن هذا ليس استقلالا، كان يسميه احتقلال، يعني ليس استقلالا تاما وليس احتلالا تاما، وبالتالي كان يؤشر على أن معركة الاستقلال الحقيقية لازالت لم تنجز بعد. وأعتقد أن هذا التوصيف توصيف الاحتلال لازال ساريا المفعول إلى يومنا هذا. لماذا لم نستطع أن نحقق حلم الوحدة المغاربية؟ طبعا لم يكن هناك حلم طوباوي بمعنى أن تكون هناك دولة واحدة تمتد من واكشوط إلى بنغازي مثلا، كان ممكن أن تكون هناك وحدة على شكل كونفدرالي مثلا، أو على شكل ما هو حاصل اليوم في الاتحاد الأوروبي. الذي حدث هو أننا لم نستطع أن ننجز وعود الثورات حتى على المستوى الوطني، وأقصد بها الاستقلالية الحقيقية على مستوى السيادة الاقتصادية والاستقلالية الحقيقية على مستوى القرار السياسي. بالتالي لن ننجز الديمقراطية ولم ننجز العدالة الاجتماعية. وضع الاستبداد هذا هو الذي سيكون إضافة إلى أمور أخرى سيؤدي إلى تعزيز هذه الفرقة المغاربية. بعد حصول هذه البلدان على الاستقلال نلاحظ حتى على مستوى أنظمة الحكم كان هناك تباعد، كان هناك نظام ملكي لحد نوعا ما يمكن أن نعتبره في تلك المرحلة نظاما محافظا. النظامين الجزائري والليبي كان شبيهين، أو كان يريدان أن يعيد تجربة الناصرية المصرية، ولكن كل بطريقته. تونس إلى حد ما كان مرجعها الغير المعلن هو التجربة الأتاتوركية، ولكن طبعا بنسخة محلية. هذا الاختلاف ديال أنظمة الحكم أدى إلى أن يبحث كل نظام عما يجعله هو القاطرة الإقليمية والقوة التي تجر باقي الدول، فحصل نوع من الصراع من هو القوة الأولى في المنطقة، وخصوصا النظام المغربي والنظام الجزائري وكذلك حتى النظام الليبي في عهد العقيد معمر الدافي. اليوم يستمر نفس الأمر بعد كل هذه السنوات، وينضاف إليه معطى آخر. لنعود مثلا إلى مرحلة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حينما تم التوقيع على اتفاقية مراكش الاتحاد المغربي، والتي تزامنت مع الموجة ما سمي بالموجة الديمقراطية الثالثة التي اجتاحت أوروبا الشرقية. وكان آنذاك خطاب ديمقراطية وخطاب حقوق الإنسان كان منتشرا في العالم أجمع. كان الاتحاد الدول أو الاتحاد الأوروبي خصوصا دول جنوب المتوسط كانت في حاجة إلى أن تكون المنطقة المغاربية أكثر تماسكا من الناحية الاقتصادية لمصلحتهم طبعا بمعنى، ولكن يمكن أن نعتبر هذا التقاء موضوعيا. ولكن ما الذي جعل هذه الخطوة لا تذهب إلى مدى أبعد، هو أنها تزامنت مع ارتفاع الأصوات المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان. جيد، قبل هذه النقطة يا دكتور، قبل هذه النقطة، يعني هل أفهم من كلامك أنه تأسيس اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري 1989 في مراكش لم يكن بإرادة مغاربية 100%؟
يعني كان هناك تشجيع أوروبي أو لبعض الدول الأوروبية على هذه الخطوة لأنها تشكل سوقا موحدة بالنسبة إليهم؟ لا، هو كان التقاء موضوعيا، بمعنى كانت هناك رغبة أوروبية، وفي نفس الوقت كان يعني بعض دول أوروبا لم تكن معارضة، لم تكن ضد هذه الوحدة، لم تكن معارضة، شجعت عليها. برأيك شجعت عليها؟ شجعت عليها، ولكن لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وكذلك كانت من مصلحتها أن تتدمقرط تلك المنطقة ولو جزئيا، ولكن الديمقراطية دون أن تصل إلى مرحلة السيادة الوطنية الحقيقية، لأن استمرار الوضع المحتقن في تلك المنطقة في تلك المرحلة وإلى حد الآن يسبب مشاكل لجنوب أوروبا، خصوصا في قضايا الهجرة وقضايا الإرهاب وقضايا واضح. طيب اسمح لي بس دكتور خالد اسمح لي سأعود إليك مباشرة، لكن مهم أن أخذ رأي أستاذ صادق سلام في هذه النقطة تحديدا، لأنه يسجل كل هذه الأحداث التاريخية. ما رأيك أستاذ صادق، هل فعلا اتحاد المغرب العربي لم تكن 100% إرادة مغاربية؟ والله هو فيه أولا إحياء الفكرة المغربية القديمة اللي ذكرناها من قبل. طيب. لكن أكيد أن سقوط جدار برلين وتغيرات اللي في أوروبا كان فيه نصايح من طرف من الدبلوماسيين الأوروبيين، ما مش الكل، اللي قالوا ما لازمش مساعدة بلدان المعسكر الاشتراكي السابق تكون على حساب تعاوننا مع المستعمرات القديمة. والبعض منهم ينصح بوحدة مغاربية على الأقل في مستوى التضامن الاقتصادي، ما هوش ضروري الوحدة الفورية تاع القذافي وكذا. فلن يعني رجال دولة أمثال ميشيل شوبير كتب كتاب كامل بعد أن قضى بضعة أشهر في البلدان الثلاثة، يدعو فيه إلى وحدة مغربية آنذاك. ميشيل شوبير هو من مواليد مكناس، يعني كان يزور البلدان هذه، وأنا كتبت له رسالة في ذاك، كنت في تواصل معه، قلت له كتابك هذا هو رهان على ذكاء المغاربة تاع المغرب العربي. قال لي سي اكزاكتومون سا، قال لي انجاز المشروع هذا يقتضي مزيد من الذكاء لدى النخب المغاربية اللي رايت تنزوي في داخل حدودها، وهو شعر باللي الروح الوحدوية صارت يعني تضعف عن ذلك. يبقى ان مثلا تذكر الرسالة التقرير السري اللي سلمه سيد أوليفيا روالي، هو إنسان محترم وكذا، في بداية الربيع العربي للخارجية الفرنسية يدفعوا لهم هذو الخبراء هذه. فهو الغرض تاعه هو الطمأنة فيما يخص الإسلاميين، قال لي لو وصلوا الإسلاميين للحكم ما لازمش فرنسا تعترض، ولكن من حق فرنسا أن تعترض لكل مشروع وحدوي حتى المغاربي. وهذه البلدان الأوروبية تريد تجزئة لبيع الأسلحة باش تكون عندها علاقات. هو نفس المنطق أستاذ صادق، إذن نفس المنطق الذي على أساسه أو من ضمن أسباب تأسيس جامعة الدول العربية هو كذلك البريطانيين، يعني في خطاب معروف عام 41 للوزير الخارجية البريطاني يدعو فيه العرب إلى الوحدة وإلى تشكيل هيكل، إلى تشكيل هيكل يضمهم لأنه أسهل التعامل معهم، هكذا يقول، وهذه موجودة حتى في المذكر، بمعنى أنه حتى هذه الإرادة لم تكن خالصة 100%، كان هناك تشجيع. خلينا نعود للدكتور خالد البوكاري. لو تسمح في النقطة هذه بالذات، هذا ما كان يتمناه البريطانيون. لو استطاعوا أن يفرضوا على رأس الجامعة العربية لرئيس الوزراء العراقي اللي كان عنده انتماء إليهم، هو نوري سعيد. إلا أن تعيين عبد الرحمن عزام اللي يقال أنه من أصول مغاربية في مصر أفشل المشروع البريطاني، وجعل من هو اللي كان يدعو للوحدة، هو اللي كان يرافع
لان الامم المتحده كانت تجتمع في باريس انذاك مش في نيويورك. صحيح. هو كان باتصال مع مصر للحاج في كل وفد الجامعه العربيه. مصر للحاج يزوده بملفات والوفد الجامعه العربيه يرافع في الامم المتحده باسم شعوب المغرب العربي. نعم نعم. فالفكره الاوليه تاع البريطانيين كانوا يريدوا توظيف هذا ولكن عبد الرحمن عزام افشل هذا المشروع. في المشروع نعم. طيب دكتور خالد، كنت تتحدث عن اسباب اخرى لعدم استكمال هذا المشروع برغم في الشكل والهيكل تاسس هذا الاتحاد المغرب العربي ولكنه في ارض الواقع لم ينجز شيئا، وتتحدث عن اسباب داخليه تتعلق بالحريه وبالديمقراطيه. دكتور خالد الصوت لا تفضل. الأنظمة التي أو السياسيون الذين أخذوا الحكم بعد نيل هذه البلدان إلى نيل البلدان الاستقلال للأسف كلهم صاروا في مسارات الاستبداد وفي مسارات التحكم. هذا الأمر أدى مع مرور الوقت إلى كل نظام أصبح همه الأساسي هو أن يحافظ على استقرار نظامه، هو أن لا يقع هناك تحول نحو ديمقراطية. الاستبداد هو بنية مهيكلة لأنظمة الحكم في هذه المنطقة على اختلاف أشكالها، سواء كان نظاما ملكيا أو كان نظاما جماهيريا في عهد القذافي أو نظاما جمهوريا، سواء كان الحكم يتحكم فيه العسكر أو تتحكم فيه أوليغارشيا أو يتحكم فيه الأمن كما كان في تونس في حقبة بن علي إلى آخره. إذن بمعنى أن كان هناك نزوع نحو الاستبداد ونزوع نحو حماية هذا الاستبداد وحماية المستفيدين من هذا الاستبداد. أصبحت مصلحة كل هذه الأنظمة في استدامة نمط الحكم هذا. الذهاب إلى مشروعات مغاربية سيؤدي في نهاية المطاف كان لزاما أن يؤدي إلى تفكيك منظومات للاستبداد، لأن هناك مشاعر مغاربية، هناك سيكون المطالبات أكثر نحو ديمقراطية نحو حرية التعبير. لذلك ستلاحظ بأن هذه الأنظمة برغم كل الخلافات التي تقع بينها إلا أن كل نظام لا يريد للنظام الآخر أن يصبح ديمقراطيا. النظام المغربي ليس من مصلحته أن يصبح النظام الجزائري نظاما ديمقراطيا، النظام الجزائري كذلك ليس من مصلحته أن يكون النظام المغربي نظاما ديمقراطيا ولا النظام التونسي كذلك. ونلاحظ أنه شمعة الضوء الوحيدة التي انفتحت بعد 2011 التي هي تونس لم يكن التآمر عليها خارجيا من طرف فرنسا ومن الخليج فقط. نعم. كانت التآمر حتى مغاربيا، لم يكن يراد للمشروع التونسي أن ينجح لأنه كان سيتحول إلى كرة ثلج التي ستتدحرج. كما لم يرد دكتور خالد، كما لم يرد للمشروع أو الخطوة الجزائرية في التسعينات القرن الماضي أن تنجح كذلك. طبعاً. الكل طبعاً. شاهد طبعاً. يعني الانقلاب الدموي في نهاية الأمر العسكري على تجربة كانت ستكون هي أولى تجارب العالم العربي في الديمقراطية. ربع مليون قتيل إلى حد الآن، يتحدثون على 17,000 مختفي لا يعرفون مصيرهم، وبلاد ما زالت تجر آثار تلك الحرب الأهلية إلى اليوم يعني. ونفس العملية تكررت في 2011 يعني مع النظام الليبي يعني، لما آوته الجزائر وأرادت أن تقوم به حتى ربما يعود مرة أخرى إلى بلده. فالأنظمة يبدو أن طبيعتها كلها هكذا، لا تريد عملية التغيير هذه. طبعا إذا سمحت لي وسأزكي كلامك بمقال كنت قد كتبته في المقارنة بين الانتقالات الديمقراطية التي حدثت في بالخصوص في إسبانيا وفي اليونان وفي البرتغال، لأنها كانت آخر دول البحر الأبيض المتوسط التي انتقلت من الشمولية إلى الديمقراطية. ولماذا لم ينجح الأمر سواء في تجربة الجزائر في التسعينات أو تجربة تونس أو باقي التجارب الأخرى؟ وقلت
بأنه الجوار كان متحكما، كان في مصلحة جيران إسبانيا والبرتغال واليونان الذين كانوا آنذاك في منظمة السوق الأوروبية المشتركة قبل بناء الاتحاد الأوروبي أن تتحول هذه البلدان إلى الديمقراطية، بمعنى أن الجوار كان يدعم الانتقال الديمقراطي، بينما في منطقتنا المغربية الجوار لم يكن داعما للانتقال الديمقراطي بقدر ما كان داعما لمحاصرته. دكتور أحمد معيوف الكاتب والباحث الليبي، أرحب بك مرة أخرى وأشكرك على الصبر يعني بعد هذه الجولة. أصل عندك للحديث لأنه التجربة حتى الليبية في بعض مراحلها كانت تجربة فريدة متفردة في مقاومة الاستعمار الإيطالي، لم تكن بنفس القوة بنفس المكانة وبنفس الإمكانيات أقصد المادية من تسلح وغيرها، لكن كان هناك لديهم شيء لم يكن لدى المستعمر الإيطالي، نتحدث هنا عن إرادة التحرر. ما أهمية فعلا أن يكون لدى شعب ما إرادة في التحرر من أي استعمار سواء كان محلي ولا خارجي؟ ما أهمية هذا العامل في تحديد وفي تحرير الأوطان وحتى العقول والإنسان؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني هو بالفعل ما تفضلت به عبر عليه موسوليني في حديثه إلى غريسياني، فقال إننا لا نحارب ذئاب كما يقول غريسياني، بل نحارب أسود يدافعون بشجاعة عن بلادهم، إن أمد الحرب سيكون طويل. هذا توقع موسوليني في بداية الحرب، في وهذا يدل بالفعل على إرادة الليبيين في تحرير بلادهم. لكن في نقطة ثانية في الليبيين الحقيقة لا تختلف كثير عن المغاربيين، ولا تختلف أيضا على التوار في العالم كله. يعني مثلا قادة الجهاد في ليبيا لم يحاربوا فقط على جبهة ليبيا وإيطاليا، وإنما حاربوا الاستعمار الأجنبي في أغلب المناطق المحيطة بهم. فمثلا شوفوا مثلا سليمان باروني أو عمر المختار حاربوا الإنجليز وحاربوا الفرنسيين. عمر المختار حارب الفرنسيين في جبهة تشاد لما احتل تشاد. كان موقف الباروني والقادة الجهاد في ليبيا وعمر المختار من المستعمر بغض النظر عن من انتماءاته، يعني هم لا يفرقوا بين هذا فرنسي أو هذا إيطالي وهذا إنجليزي، فكان كلهم يعتبروهم في نفس السلة ويعتبروا أن مقارعتهم واجب وطني وواجب ديني. هذا طبعا خلى عملية الاحتلال ليبيا تأخذ فترة طويلة. يعني الإيطاليين دخلوا ليبيا في 2011، اتفاقية لوزان خلت العثمانيين يطلعوا من ليبيا ويصبح ليبيين وهم طبعا القليل للعدة والعدد، يعني الليبيين لما جوا للإيطاليان ما كانش عددهم كبير جدا، تقريبا أقل حتى من مليون يعني أو مليون وشوية، وضحوا بتقريبا نصف الشعب الليبي في عملية التحرير. فهذه تثبت أن فيه إرادة وطنية كانت قوية جدا في مقارعة الاستعمار. أيضا ساعد الدول الأخرى، يعني تفضل الدكتور سلام من فرنسا على حديث على مذكرات على مذكرات عبد مذكرات الرئيس الوزراء الليبي. مذكرات الرئيس الوزراء الليبي يشير تحديدا الى دعم الثوره الجزائريه والضغط على تركيا. هم طلبوا من مندريس ان يجهز ان يساعد الجزائريين في الثوره، طبعا باعتبار مندريس كانت دولته ضمن الناتو، فأعتذر عن هذا الأمر. ولكن أنا لا أذكر الحديث بالضبط كما أشار إليها بن حليم في مذكرته، لكن كانت فيه إجراءات من تركيا ساعدت بها الثورة الجزائرية عن طريق الليبيين. زيد، هذه بصورة عامة. نعم، يعني لو نسأل سؤال، ما الذي تحقق أو حققه الاستقلال من المستعمر من المطالب التي كانت مرفوعة وقتها؟ هل تحرير الأرض كان فقط مطلبا وحيدا، أم كان هناك مطالب أخرى غفل عنها من مسكوا زمام الحكم بعد الاستقلال؟ لا، هو الحقيقة يظهر أن للسلطة شهوة، فلما انتهت فترة الاستعمار وتكونت الدول الوطنية في كل الفضاء المغاربي،
فأصبحت السلطة مغرية بالنسبة لقادة المرحلة. ولهذا أنا في التوراة الربيع العربي سميت أن التوراة هذه مرحلة التحرير الثانية، لأن توقعت أن ما سيأتي بعد التوراة هو تحقيق لكل مطالب التوراة في التنمية، توراة في الثقافة، توراة في الاقتصاد، في كل جوانب الحياة. لكن للأسف نتيجة الخوف من الانتشار الديمقراطي والمطالبة بالحريات أصبحت هذه التوراة تحاصر. يعني احنا في ليبيا احنا الأمر ليس بعيد، دعم حفتر في حربه على طرابلس من قبل دول إقليمية، وخاصة مصر والإمارات والسعودية، يعني يعطون الضوء الأخضر للعملية هذه. والآن نرى نفس العمل الحقيقة تقوم به الدول العربية في غزة. فالتآمر الأنظمة العربية على الثورات التي قامت وعلى شعوبها هو السبب الأساسي في إفشال أي تنمية أو أي تقدم ديمقراطي في المنطقة متاعنا. هل نحن متفقون جلال على أن الأنظمة تتآمر على شعوبها؟ هذا المصطلح يتكرر كثيرا، هل ممكن إطلاقه هكذا أم أنه هناك وهناك؟ لا، هي ليست الأنظمة تتآمر على شعوبها، وإنما الأنظمة لا تعبر عن إرادة شعوبها. نحن للأسف الشديد يعني نقولها بقدر ما نفخر بحركة التحرر الوطني وما قدمته من تضحيات جسام، يعني وما أبدته من بطولة، مثل ما أشار صديقنا من المغرب، يعني نموذج حركة التحرر الوطني في الجزائر والمغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي، وفي ليبيا بقيادة عمر المختار، بعضها يدرس في الجامعات. مو تسو تونغ تحدث، الزعيم الصيني تحدث عن استراتيجية حرب العصابات التي انتهجها عبد الكريم الخطابي في ثورة الريف في المغرب، وهو أحد منظري حرب الاستنزاف. نعم ستونغ. نعم. ولكن للأسف الشديد حصيلة هذه التضحيات وما جاء بعده لم تعكس لا إرادة هذه الحركات التحرر الوطني، لم تنعكس في الواقع في نظام الدولة، في دولة الاستقلال، بالعكس تماما. يعني نحن يعني وجدنا أنفسنا انتقلنا من يعني بلدان يعني ترزح تحت الاستعمار والنفوذ الخارجي إلى دول وأقطار ترزح تحت الاستبداد والديكتاتورية والفساد. ومن المرارة يعني أحيانا نحتاج أن نقول هذا الكلام، في بعض الدول ما تحقق، يعني ما اضطر المستعمر لأن ينجزه في تلك البلدان خلال فترة وجوده، لم تستطع دولة الاستقلال منذ قيامها إلى اليوم أن تنجزه. وهذا خطير جدا، خصوصا على البنية التحتية. نعم، البنية التحتية، الجسور. نعم. الكثير. نعم. من الواحد. نعم. وهذا هذا في حد ذاته يشعر بالمرارة، لأنه عيب. نعم. يعكس أن هذه الأنظمة، أنظمة الاستقلال، لم ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعوب. نعم. عندما تقرأ بيان ثورة نوفمبر مثلا. نعم. هنالك هدف من أهداف قيام وحدة شمال أفريقيا. نعم. وحدة. صحيح. شمال أفريقيا. نعم. بينما نحن اليوم عندما نلتفت من الجزائر، نلتفت شرقا وغربا، نجد حتى يعني شرقا نقول معليش حتى المشكل في الغرب، حتى شرقا يعني ليس بتلك التطلعات التي تطمح اليها الشعوب. نعم. ولذلك بهذا المعنى سمير، انه هذه الانظمه. نعم. لا تعكس باي حال من الاحوال، لا يعني لم تكن وفية لحركات التحرر الوطني وتضحياتها الجسام، ولم تعبر بأي شكل من الأشكال على إرادة الشعوب منذ قيامها بعد الاستقلال إلى اليوم. وهذا في حد ذاته لم يكن مستغرب أن البعض بدأ طالب بالاستقلال الثاني، مثل ما كتب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي. نعم. كتاب سماه الاستقلال الثاني. ونحن يعني شاهدنا عندما قامت ثورات الربيع العربي. جيد. كيف
أجهضت هذه الثورات من قبل هذه الأنظمة بأشكال متعددة من أجل أن تعيد الشعوب إلى مرحلة يعني الدكتاتورية والاستبداد. أستاذ صادق سلام، البعض يكتب معلق طبعا لما تأتي هذه المناسبات مثل حروب التحرير من المستعمر وغيرها، فيتحدث على أنه الشعوب انتهت من معركة التحرر من الاستعمار والآن هي تخوض معركة التحرر من الاستبداد، هكذا بهذه العبارة. هل فعلا شعوب المنطقة المغاربية محتاجة إلى معركة جديدة من أجل التخلص من الاستبداد؟ هل هي فعلا في قلب هذه المعركة الآن بمختلف أشكالها طبعا وتمظهراتها؟ ما أكيد أن تطلعات الشعوب هي نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، مثل ما أثبت ذلك الحراك اللي كانوا يسموه الحراك المبارك في الجزائر، وصار الآن ممنوع الكلام لا على الحراك المبارك ولا على الحراك الغير المبارك، لأنه أثار مخاويف الكتل التي تريد أن تبقى متمسكة بالسلطة، والتي أجهضت الديمقراطية في سنة 92. ولكن العودة إلى التاريخ تجعلنا نكتشف الصعوبات الأولى في أثناء الثورة الجزائرية في بدايتها، لأن كان فيه فارق بين اللوفد الخارجي اللي كان في القاهرة تحت أشرف بن بلة وخيدر وأيت أحمد، وعبد رمضان عندما استولى على قيادة الثورة في العاصمة يهيئ في مؤتمر الصمام اللي انعقد في أغسطس 56. لا نريد لا نريد العودة للتاريخ، المهم كلامك كله مهم. لا 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 أطيل الآن 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 شعوب المنطقة لا، لأن أتبع عبد رمضان تلقى تقرير خطي موجود عندي غير معروف كتبه حسين أيت أحمد يشدد في أواخر 55 على البعد المغاربي طبعا، وبيان نوفمبر وحده يكفي دليل على ذلك أستاذ صادق. لا 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 لا، لأن عبد رمضان هو اللي فرض تحرير وثيقة الصمام، أمحى كل هذا البعد، هذا ما عندوش نفس الحماس. فعبد رمضان هو من الأوائل لدعاة الدولة القطرية الضيقة، هو قال عبد الناصر خلق أزمة مع عبد الناصر، قال له أنا لا أؤمن بالوحدة العربية، ربما باسم انتمائي الأمازيغي، وحتى الوحدة المغاربية ما كانتش متحمس إليها، فالانحراف بدأ آنذاك. ثانيا الآن أنا أتذكر ما قاله لنا سي محمد المصمودي، ما يشعر في المازال يعيش، اللي كان وزير خارجية توفى نعم رحمه الله، الله يرحمه، كان إنسان هو اللي تفاوض مع العقيد معمر القذافي من أجل اتفاقية جربة هذه. إيه نعم، اللي دامت ساعات. نعم إيه، لكن هو عمل تحقيق وقالنا وسيلة والهادي نويرة كانوا ضد سي الحبيب المجاهد الأكبر وبخوه، ولكن تضامنوا معاه نصف الوزراء انتع الحكومة، لأن فيه واحدة حكومة مشتركة يعني تقصي نصف الوزراء. قال الوزراء هذوك الذين لم يجدوا أسماءهم في الحكومة تاع الوحدة هم اللي تضامنوا مع وسيلة ولهدي نويرة اللي عرقلت الوحدة. فهذا يدل على أن في، تعرف العبارة في وقت الإمبراطورية الرومانية يقول لك يفو ميتر بخمية دون سون فيلاج كسوغون أغوم، فهذا يفضل يكون كاتب الدولة في حكومة تونسية محلية عوض أن يكون يعني يكون عنده منصب أقل في حكومة الوحدة. فهذه الرغبة في المناصب من طرف الناس اللي جوا من خارج العواصم هذه أصبحت نفسية سائدة في المجتمعات السياسية تاعنا، تحول دون تحديد يعني توحيد المغرب العربي، ولكن الشعوب ما زال عندها رغبة. وأضيف حجة اقتصادية، كل دراسات الآن سواء في الاقتصاديين المغاربة ولا الاتحاد الأوروبي يقولوا لو نو ماغريب كوت 3 بوان دو كواسانس،
يعني لو تكون فيه واحدة مغاربية تكون النمو يزيد بثلاث نقاط، وثلاث نقاط هذه ممكن تقضي على كل البطالة اللي تتسبب في الهجرة السرية اللي تخوف أوروبا. الحجة الثانية قديمة في الإدارة الجزائرية الفرنسية في الجزائر، درست كل إمكانيات حل مشكلة الماء في المناطق. طيب أستاذ صادق الكلام لا نعم. تسمح لي لا نسمح لي الوقت انتهى. قالوا إيه لكن قالوا كان فيه نهر جوفي من قابس إلى أكادير، قال هذا كي لحفرنا هذا كي حل مشكل الماء في كل المغرب العربي، إلا أن الحكومة الفرنسية في أنذاك قالوا هذا يكلف كثيرا ونحن غير ربما لا نبقى مهيمنين على المغرب. فالسؤال طيب. السؤال لماذا يعني 60 سنة بعد نهاية الحقبة الاستعمارية لماذا الدول المغربية لم تفكر في استعمال مياه النهر الجوفي هذا من قابس، وهذا ممكن يوحد المغرب العربي أول من ناحية الفلاحية ومن ناحية المياه والري، ريثما نحصل على وحدة سياسية ما تكونش فورية كما كان يقول القذافي ولكن كاين صيغات أخرى. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا، وددت أن يطول اللقاء معك أستاذ صادق لأنه فيه تفاصيل كثيرة مهم لشباب اليوم أن يسمعها وبعدين هو يستنتج ما يستنتجه منها، لكن الأحداث مهمة للعبر. شكرا لك الآن أستاذ صادق سلام الكاتب والمؤرخ الجزائري، كنت معي من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذن هل فعلا الشعوب يمكن القول أنها الآن بصدد خوض معركة أخرى جديدة تسمى معركة التخلص من الاستبداد، أم أنه على العكس المنطقة يعني وضعها جيد مقارنة بمناطق أخرى، وأنه فقط ما الذي يجب أن تفكر فيه هذه الشعوب ليس التخلص من الحكام بقدر ما هو محاولة التعايش معهم ودفعهم كما يقول بعض نحو إجراء إصلاحات هنا وهناك تحسن من عيش الناس؟ في كل الأحوال سواء بمنظور إصلاحي وهو مطلوب أو بمنظور ثوري، وأنا من الذين يتبنون في المجمل فكرة الإصلاح، لأنها الهدوء والحفاظ على الوحدة الوطنية والتجنب الفتنة أفضل من الثورات التي يمكن أن تهز استقرار المنطقة. ولكن حتى بمنظور الإصلاح سمير، إذا مثلا تحدثنا عن الجزائر ونحن في سياق الاحتفاء بذكرى انطلاق ثورة نوفمبر، في تقديري وهذا مؤسف إنه الشعب الجزائري أجهضت أحلامه ثلاث مرات منذ أجهضت أحلامه في أن دولة الاستقلال لم ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري في دولة حكم رشيد وفي دولة العدالة الاجتماعية والمساواة ودولة القانون والتعددية والديمقراطية والحرية. ثم أجهضت أحلامه في بين 89 وبين 1989 و 1981 عندما انتفض، ثم جرى انفتاح ديمقراطي سرعان ما تم يعني إجهاضه والنكوص عليه. ثم جاء حراك الشعبي في 2019 وهو حراك تاريخي بكل المقاييس. أنا أزعم أنه يكاد يشبه ثورة نوفمبر من حيث الحجم، من حيث الزخم، من حيث القيمة الحضارية والأخلاقية والسياسية التي أبداها. ولكن بعد حوالي سنتين تم أيضا الالتفاف عليه واحتواؤه، ولم تعبر في الحقيقة منظومة الحكم على تطلعات الشعب الجزائري في أن تكون الجزائر أكبر مما هي عليه اليوم على مستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى النهضة الحضارية بصفة عامة. الجزائر بما تملكه من إمكانيات ومقدرات وما تملكه من رصيد تاريخي ورمزية تاريخية
يمكنها أن تتربع يعني في الواجهة والمقدمة في المشهد الإقليمي والأفريقي، ولكنها للأسف الشديد يعني لم تفعل ذلك بسبب أنها لم تكن منظومة الحكم لم تكن وفية في أي لحظة لتطلعات الشعب الجزائري ولمبادئ نوفمبر في كما كان يعني الحكم الرشيد. نعم. أختم معك دكتور معيوف، هناك معارك تخاض بطرق سلمية طبعا، مظاهرات، كتابات وما شابه، معارك الحرية، معارك تحقيق الكرامة الإنسانية خاضتها شعوب المغاربية في المنطقة في السنوات الماضية 2011، ويبدو ما زالت تخوضها بأشكال مختلفة الآن. ما أهمية هذه المعارك؟ ما أهمية استمرار هذا النوع من المعارك اللي هي تسمى معارك ولكنها بأسلوب سلمي، معارك المطالبة بالحرية، المطالبة بالديمقراطية، المطالبة بالكرامة، المطالبة بالتوزيع العادل للثروات، المطالبة بالفصل بين السلطات، المطالبة باستقلال القضاء وما شابه من هذه المعارك التي تخوضها شعوب هذه المنطقة؟ نعم، هي طبعا استمراريتها ضرورة، لأن أنا في تقديري طبعا بعد الحراك في 2011 والذي أعتبره ثورة بجدارة، أعتقد أن الأنظمة تعي حجم التغيير اللي صار في عقلية شعوبها، وبالتالي حتى وإن تجبرت أو حاولت أن تقف ضد هذا الحراك فهي ستندفع في اتجاهها في النهاية. يعني نحن نشوفه مثلا تونس نعتبروها ردة، لكن هذه الردة لم تطول، وفي مصر أيضا يعني فشل السياسي السيسي في مصر سيدفع بالمصريين إلى أن يعيدوا أحداث يناير مرة أخرى، وستتغير الأوضاع لصلاح الشعوب. ولكن طبعا دائما النضال السلمي يأخذ وقت أطول من التغيير الصارم، والتغيير الصارم للأسف له تبعات زي ما تفضل السيد جلال، لأن أحيانا إذا كان صار في إصلاح من الداخل، وهذا اللي توقع يعني أن الأنظمة الآن ستجد نفسها مضطرة إلى قيام بإصلاح من الداخل حتى لا تتعرض إلى ما تعرضت عليه دولهم في 2011. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد معيوف الكاتب والباحث الليبي، كنت معي من لندن. دكتور خالد البكاري، البعض يقول معارك أو غياب الحرية والكرامة الإنسانية وغياب العدالة هي أحد أهم محركات معركة التخلص من الاستبداد، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا كلام صحيح، الشواهد من التاريخ تثبت ذلك. الشعوب سواء كانت مستعمرة أو لم تكن مستعمرة، إذا لم تكن تعيش في الحدود الدنيا للعيش الكريم، إذا لم تجد متنفسات للحرية فهي مع مرور وقت تنطفئ في نهاية المطاف. هذا هو اتجاه التاريخ، يحصل أن تقع انتكاسات، ولكن التاريخ هو في ماهيته تطوري بطبيعته. هذه نقطة. النقطة الأخرى بالعودة إلى منطقتنا المغاربية، الأمر الذي يحز في النفس أكثر هو أنه الآن ليس المشكل فقط في أننا عجزنا عن بناء التكامل المغاربي، حتى على مستوى الدول الوطنية هي تعيش أزمات كبرى. إذا كنا في المغرب لدينا مشكل الصحراء يؤثر كذلك على التنمية ويؤثر سلبيا كذلك حتى على الديمقراطية، في الجزائر هناك مثلا مطالبات بالحكم الذاتي أو باستقلال منطقة القبائل، الوضع في ليبيا أنتم تعرفون، بمعنى أن حتى على مستوى بناء الدولة الوطنية القوية تم فشلنا فيه. لكن الأساس هو أنه كلما اقتربنا من إنجاز التكامل الإقليمي على المستوى المغربي إلا ونستطيع أن نحل مجموعة من الإشكالات الداخلية. دائما أقول إن مشكل الصحراء سيجد حله في البعد المغاربي، ليبيا ستجد حلها كذلك داخل هذا الأفق المغاربي. ما يحز في النفس كذلك وسأختم هنا هو أنه بدأت تتعالى حتى داخل
شعوب المنطقة بعض النعرات الوطنية الضيقة. طبعا حينما ننفتح على العالم نأخذ مجموعة من الأمور الإيجابية، ولكن نأخذ مجموعة من الأمور السلبية. هاد التنامي الخطابات القومية على المستوى العالمي والتي تترجم مثلا في حركة اليمين المتطرف سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، بعض بلدان أمريكا اللاتينية، كذلك في أوروبا وفي بعض المناطق الأسيوية، بدأت تجد لها ارتدادات ولكن بنسخ رديئة حتى على مستوى شعوب المنطقة المغاربية. فبدأ يتم الحديث عن أمة مغربية غير متكاملة مع باقي المنطقة، ولكن هي متفردة ولا يربطها بباقي بلدان وشعوب المنطقة أي رابط ثقافي أو ديني أو لغوي. نفس الأمر، هذه النبرة بدأت تظهر في الجزائر، بدأت تظهر في 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 تونس، بدأ الحديث عن قرطاجنة إلى آخره. وهذا أمر خطير. نحن دول ضعيفة اقتصاديا، ضعيفة سياسيا، لسنا في وضع متقدم عالميا حتى يمكننا أن نفكر في وجود حركات اتجاهات قومية. باختصار شديد دكتور خالد، هل شعوب، من خلال المتابعة طبعا والرصد، هل شعوب المنطقة المغربية تشعر أنها ما زالت في تخوض معركة التخلص من الاستبداد السياسي؟ طبعا، واذا وحتى وان لم تعبر عن ذلك في مراحل معينه، ولكن حينما تكون هناك الفرص جاهزه فهي تعبر عن نزوعاتها نحو المطالبه بالديمقراطيه. ساحكي لك طرفه وساختم بها، وانه قبل اندلاع الربيع التونسي كنا في ندوه هنا في الدار البيضاء، وكان معنا المناضل حمال همامي من تونس ومحمد نجيب الشابي وبعض الاخوه التونسي الآخرين، وكنا في وكانوا يمزحون معنا ويقولون لنا لو استطعنا في تونس أن نحقق ما وصلتم إليه المغرب من هوامش لحرية التعبير فإننا سنتوقف عن النضال. وكانوا يعتبرون أن إمكان حدوث مطالبات شعبية في تونس نحو الديمقراطية بعيد المنال باعتبار القبضة الأمنية التي كانت في تونس آنذاك. لم يمر إلا سوى شهرين أو أقل من ذلك حتى اندلعت الانتفاضة في تونس، ثم بعد ذلك في مصر، ثم بعد ذلك حركة الشعوب. لا يمكن أن يتم التنبؤ بمتى ستنتفض، لا تأخذ إذنا من أحد، ويصعب جدا التنبؤ لذلك. أنا أقول إن كل أسباب الموضوعية لانتفاض الشعوب هي موجودة. الحاجز الموجود حاليا هو حاجز الخوف وحاجز القمع وحاجز كذلك حتى التواطؤ الغربي مع المستبدين، ولكن هذه الحواجز هي حواجز ظرفية. ما دامت الأسباب الموضوعية لحدوث انتفاضات نحو الديمقراطية ونحو العدالة الاجتماعية متوفرة، فإن حينما استحتي اللحظة المناسبة ستتم هذه الانتفاضة. هل الأسباب ما زالت متوفرة؟ بكل تأكيد سمير. في هذا العام 2024 شهد العالم ويشهد حوالي 70 انتخابات، كثير منها كان حر وديمقراطي ومفاجئ في نتائجه، إلا في المنطقة العربية نتائجه كانت أكثر من متوقع ومحسومة قبل أن ينطلق المسار الانتخابي. وهذا شهدناه في تونس، شهدناه في مصر، شهدناه في الجزائر، شهدناه في موريتانيا، هذه المنطقة المغاربية يعني. وبالتالي هنالك عملية اختطاف للإرادة الشعبية بسبب منظومة حكم متحكمة ومتسلطة وتتحكم في كل شيء، بما في ذلك صناديق الاقتراع وما تفرزه من نتائج. فضلا على هذا، حالة الخذلان التي أبدتها هذه الأنظمة في المنطقة كلها، في المنطقة العربية كلها، تجاه الأماء يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة على مدى أكثر من عام وحوالي الشهر. ويعني هذه الأنظمة لا نجحت لا في وقف الحرب ولا في الدفاع عن الفلسطينيين ولا في حتى تقديم الحد الأدنى من المساعدات لهم. إلى جانب هذا، حالة انتشار الفقر ويعني انهيار
الاجتماع السياسي وتآكل خدمات الدولة وشرعية الدولة، ويعني حتى نجد تقريبا في جل الدول العربية يعني المواطنين يصطفون من أجل أن يعني يقتاتوا بعض يعني السلع التي يعني إما نادرة أو منعدمة من الأسواق تماما، وهي المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والخبز، وهذا في حد ذاته مؤشرات ويعني خطيرة تنذر بأنه منظومة الحكم وإن تمسكت باستمرارها وتمسكت في بتحكمها ولكنها لم تستطع أن تقدم شيء من أجل أن تعبر على أنها في مستوى المكان الذي تنزل فيه. وبالتالي في تقديري هنالك حالة يعني تنذر بانفجارات اجتماعية وسياسية كبيرة في المنطقة تقديري، لأنه المواطن العربي بدأ يشعر ويستشعر حالة الدونية التي يجدها، حتى أنه حرم من مجرد الخروج للتظاهر تضامن مع أشقائه في فلسطين. هذا في حد ذاته حالة من للأسف شديد أقول حالة من الإخصاء الحضاري لهذه المنطقة من خلال أنظمة مستبدة متحالفة مع أنظمة غربية تريد هذا الاستقرار وتحول هذه المنطقة إلى منطقة استقرار فيما يشبه المستنقع الآسن من أجل تحقيق مصالحها والحفاظ على مصالحها، ومن أجل تمكين إسرائيل من تنفيذ مشروعها الصهيوني في إخضاع الفلسطينيين وفي التوسع. واليوم المشروع الصهيوني لا يستهدف الفلسطيني فقط، يستبيح عواصم عربية، بيروت، العراق، طهران، دمشق، يعني صنعاء، وفي تقديري هو يستهدف حتى مناطق أخرى بأشكال متعددة، ويهدد أمن قومي دول أخرى على شاكلة الجزائر وشاكلة المغرب بما يتوغل به من علاقات في المنطقة على حساب يعني شعوب هذه المنطقة ومصالحها القومية. شكرا جزيلا لك جلال الوغري، الباحث في الشؤون المغاربية، دكتور خالد البكاري الأستاذ الجامعي من الدار البيضاء. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول إليكم مشاهدينا على حسن المتابعة. الأحد المقبل بإذن الله موضوع آخر مغاربي نطرحه على حضراتكم. نترككم في رعاية الله وتصبحون على ألف خير.